كلام الله خير الكلام، وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقارئ القرآن له منزلة عظيمة في الآخرة. فعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء